السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات. توجور ما اخبار شبيبز القبائل. بن خليفه كريم غادر بشكل رسمي اتحاد العاصمه. راح نحكيو على الموضوع هذا بخصوص شبيبه القبائل، يعني حاجه تخص شبيبه القبائل. لايك على الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق على بن خليفه كريم. هل بامكانه الرجوع الى شبيبه القبائل لانه لعب سابقا في شبيبه القبائل؟ هل الاداره تقدر تعيط له؟ هل هي بحاجه او نحن بحاجه الى لاعب وسط ميدان كما كريم بن خليفة؟ يسوصيال هذه أسئلة تقدروا تجاوبون عليها في الفيديو هذا، واللي حاب تاني دلنا واحد فكرة كارا نعطيها لكم يا جماعة، إن شاء الله استفادوا منها كامل. اللي هي حلينا صفحة في الفيسبوك يا جماعة، تلقوا الرابط تاعها في أول التعليقات. اللي يحب يشاركنا في الصفحة هذه يبعث لنا ميساج مكتوب نقراه ونقدروا نتناقشوا في بعضنا نردوا عليه، والله يبعث لنا فيديو يحب صوت ولا صورة ولا مهم سوسيال يحب هذاك الفيديو مثال في الفيديو هذا، يحب يطرح تساؤلات، يحب يطرح باي اكزومبل واش كاين في الاستخدامات هادو، اسكو استخدامات مثال برك، نعطيكم مثال برك واش خاص في الاستخدامات هادو، يبدلنا رايو استخدامات مليحه كذا. هذه ابسط مثال، ويعطينا قادر فيديو كما على بن خليفه هذا كريم، اسكو يصلح في شبيبه القبائل الرجوع تاعو مليح ولا حاجه. هذا الفيديو والله فيديوهات باي اكزومبل ثلاثه صغار هكا، نلموهم نحطوهم في القناه تاعنا في فيديو، نديروا عليهم عنوان ونحطوا ها راي فلان وفلان، ايسونسيال يوصل الراي وان شاء الله تكون اراء رياضيه نستفادوا منها كامل، ويوصل صوت الجمهور تاعنا لان سيتو لي زابوني تاعنا يوصل لكل سما الجمهور. فقط برك طالب مني هادو الفيديوهات ولا لي ميساج وكذا يكونوا بالدرجه كيما نهضر انا، باسكو باه يوصل صوتكم للناس كامل اللي يفهم القبائليه واللي ما يفهمش، يعني بالمعنى انه اللي يفهم هكا الدجاج هكذا يقدر يفهم الجمهور كامل، وان شاء الله يا ربي نوصلوا راينا وتوصلوا رايك المتواضع يعني بالمعنى الى كل الجمهور، وهكذا نستفادوا ونقدروا ننوروا الراي العام، نشاركوا كامل وكامل يشارك عبر القناة هذه، ولما لا حاجة جديدة، وإن شاء الله أخويا نستفادوا مع بعضنا. لذلك رياضيا يا جماعة شوف ركزوا لي رياضيا، الكلام هذاك البديهي والكلام تاع السبان أني ما نحطوش يا جماعة، إيسونسيال هذا واش كاين، إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. المهم نبداو بن خليفة هذا ومدونا رأيكم فيه. هو الميركاتو مازال طويل، يعني الواحد ما يتسرعش خير، يعني بالمعنى أنه مازال طويل الميركاتو. الفريق راح نحكي لكم على بن خليفة، الفريق وحسب رأيي لا زال يحتاج إلى وسط ميدان دفاعي حقيقي بأدوار دفاعية وبطريقة لعب ممتازة. هذا بن خليفة يعني لاعب ممتاز صراحة، حتى أنه مع شبيبة قبائل قدم أداء جيد جدا يعني بالمعنى، ويحتاجه وربما قادر من أحسن وسط ميدان اللي في الجزائر. دفاعي حسب رأيي راهو من الممتازين، وحسب رأيي راه يفيد شبيبة قبائل وراح تستفاد منه، لأنه شرف يعني كان ممتاز في البوست تاعو في الموسم اللي أداه مع شبيبة قبائل، وإن شاء الله يا خويا هادو يديريجو. هذا صوت من صوت هكا تحبوا تروحوا توصلوا صوتكم أنتوما عبر القناة هذه، سجلوا ما عليكم عندكم تروحوا للصفحة جي اس كانس تي في تاعنا سبيسيال، نديروا لكم هذوك التسجيل الصوتي نمدوه نحطوه في القناة هذا، تمدوا رأيكم كيما هكا. هذا ابسط مثال يا جماعه، وان شاء الله رايكم في الموضوع هذا تاع بن خليفه. ولا حابين نديروا تجربه دوكا، اللي حاب يمد رايو في الفيديو هذا يمد رايو، اللي حاب يدير تجربه يمد لنا رايو في الصفحه تاعنا اللي تلقاوها في اول كومنتير. ايسونسيال هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، لايك على الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق يا جماعه، كاش ما يكون من اخبار راح نوافيكم بها. سلام خاوتي.